يا اهلا بكم يا اخواتي، النهارده معانا حلقه جديده ومقطع جديد من تختيم اللعبة جود اوف وور الجزء الثاني. طبعا شباب لسه بنكمل السلسله وان شاء الله شباب هنختمها تختيم كامل. يلا بينا يا اخواتي نخش على المقطع على طول. يلا بينا. طبعا يا اخواتي هنسيب لكم ان شاء الله بقيه الحلقات يا شباب في قائمه التشغيل تحت الفيديو ده ان شاء الله، بس اللي حب يعني يشوف السلسله كلها ان شاء الله يشوفها. يلا بينا نخش على المقطع على طول. يلا بينا. طبعا بقى اخواتي نشوف هنروح فين. نبدا نمشي كده قدام، نلف كده. مروان طبعا بتتكسرش، حبيت من الاول دي برضك نفس الحكايه برضك، ده برضك ما بتتكسرش. هنا بقى بنطلع على الحته دي يا جدعان، الحته ديت اهي. اه شباب نطلع بقى نشوف هنروح فين، نمشي بقى على السقف ده يعني. اه بس نجيب السندريل الاول. اه لازم نخش جوا شوية. وتقريبا بيكسر حاجة الأول هنا. تمام طبعا عشان مفيش حاجة من هنا، نشوف بس نطلع تاني نشوف هروح فين. كده في فتحة تانية. اه ننزل هنا يعني، ننزل بقى يا عم كده. نداب عربي يا ده بتاع من ايه ده، هضربه ده يا جدعان. او في بابا مكسر يعني. طب ناخد نمشي نشوف هنروح فين، ده اصلا باين في كل حتة اهو. طب ناخد نمشي نشوف هنروح فين. نهار ابيض تعال. اوه ده في حد هنا اهو، رجع. اوه ده اتلم علينا. هي يا ابني انت وهيو. بس الواد ضخم ده، انا ده لسه المهم قوة أحسن. واحد تاني تعال تعال، بس الزن الضخم ده اهم حاجة. يلا بالسلام. تعالوا بقى انتوا عاملين تتنططوا عليا، تعال تعال.
تسيب غيرهم. طب نخلص ولا ايه؟ منطقي كده ايه؟ تعال تعال لسه في تاني يا جدعان. خلاص كده ولا لسه في حاجة؟ بعد لسه في ولا لا؟ انا بس ناخد الصندوق مفيتش. كبير بقى زود البتاع ده، زود البتاع الخط وافعات وحاجات. لا هو عشان مش عايز اديهم فرصة، الافعة ديت رخمة. ايوه عشان خدت بالي والله جمدتني، بس خدت بالي في الاخر. هو عرفت بقى يا شيخ لسه في حد ولا ايه؟ زود زود بسرعة. فعلا ده يمكن نحتاجه، خليه خليه بس. اوه تخيل والله ان حد هيجي تاني. بس هو التركيب بتاع ده ذكاء. هو 16000؟ لا ما يكملش. هتموت بقى يا ابني، تغفل عليا. خلاص كده طبعا شباب، في صندوق ورا هسيبه لحد بس ما اشوف هروح فين، ممكن احتاجه. يا ترى حتى ده ولا اوه طب تعالوا بقى تعال. اضرب المولى منك يا جدعان. كهربا محسن يا جدعان، كهربا بتجيب من الاخر. يرجع رفع ايه لسه في غيره. تعال بقى تعال. طلع عامل ازاي اصلا زي رجل المسجد ده يا جدعان؟ انا مفهوم. ماتش انت تعال. رجع بقى جنب، اجيب الصندوق الاول اللي كان ورا، لان ما احناش ضامنين ايه اللي قدام.
اهو ناخد بقى الازرق احسن. انا في الازرق يمكن لسه هنضرب حد ولا حاجة. طبعا ناخدها لسه ماشي نوت بس دول يعني رقم كتير اوي في الحتة دي. يا عم تعالى يا نهار ابيض ده في حد نوى. طب بسرعة زود 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 طبعا مكهربكو. ايوه كده ايه ده يا ابني العمالقة دي؟ شوف استنى يا جدعان الكهرباء فرقت فرقت جامد. بيتك لسه استنى استنى ما اضربش استنى خليك بقى خليك. والله اقدر اخفي لسه فاضي ولا ايه؟ ما خلاص كده كفايه يا جدعان. رحت اديك تليفون فيلم كتير قوي كده ليا. ويا عم يلا اخفي تعال حتى فهمت خلاص يا ابني. يلا متكسرة فيكم. في رن يوسف يا نهار ابيض احفظ. طب كويس عرفت الحفظه جت ايه. احفظ بقى الاول حتى صعب قوي كده ليه؟ انا فاهمك فاهم كتير قوي. طب انا كنت نحفظ واتحفظنا نبدا نشوف الباب ده يعني. بصر ولا اعمل ايه؟ اه بضربه عشان تشيل ده. اه اضرب بقى التانية. طبعا على ما جت في النص يا جدعان بقى نفتح. يا نهار ابيض كداب. اه طبعا الكاميرا بتجيب لي يا جدعان بطلع فوق بقى انا كده الحاجات اللي بتقعد تيجي تصحى شكلها صعبة. في صندوق اهو. اه ماشي ماشي. طبعا يا شباب بيجيب لنا امشي على السقف. يا عم يا ابني بقى ظبط نفسك وبتقعد تضرب. زود بقى اهم حاجة. اه
ماشي ماشي، مش بقى السيف يعني. ماشي، عشان ده بيضربنا، ده لازم في كان اول. ماشي، لازم نكسر دي الاول. واللي عمال يضرب فيه ده عامل فيه ايه؟ شكلك مقرفة، هتعرفني كده. ممكن بقى اضربه انا وانا على السقف عشان يبقى ايده. مقرف على كده بقى، تعرفني. لازم بقى اخد بالي لما يمسكني اعمل بالباور عشان اضربه. ركز بقى فيها البليه اللي هي الشمال دي اللي بتجيلي علينا دي. هو يمسكني دلوقتي. ايوه اكسر، انزل بقى تاني فك كده الاول بسرعة قبل ما تيجي تضربك. المسافة ده هتجيبني. رجع تاني ليه؟ مكانتش كلمة للآخر. ماشي، طبعا شبع علامة الحبل هناك اهي. تمام، انا ما زلت خط الاخضر احسن. نطلع بقى على الحبل ده يا جدعان فوق. ده شغل يا جدعان، ده وحش شكله غريب قوي كده، مش عارف تخين قوي. الوقت التانية فين؟ ده في علامات تانية بقى. لا ايه العلامات دي بقى؟ شكلها كلها الغاز. بعدين اطلع فوق واطلع فوق التاني. انا ربنا تخين كده ليه يا جدعان؟ طب ماشي، يلا يا عم سيب. ماشي، دي بقى ابتدت ايه بقى؟ بس نضربها من تلم. مين بيعمل حاجة من الأول؟ عشان يفلع عليه. طب دي بتاعت ايه بقى؟ الناحية دي يعني؟ امسك ياب.
ده انا اللي بطلع سبب تضرب ايه امسك يابا. الايد لازم تثبت في ايده تحت. ماشي ماشي خلاص بقى خليك سريع يا جدعان انت عشان تثبت بقى ايده. ايوه تقريبا كله بقى بتعمل كده تقريبا كله بقى بتعمل كلف بقى عليها واحدة واحدة كده لسه واحدة يا بارد. قابل كده يعني مفول في حاجة تانية بتعمل الأول. في حاجة بتسمي هنا ايه مش عارف ايه العلامة دي. اما كده لو فكيتها هيفك كده تاني. بتلاقي ده يا جدعان بزود بزود هي بتبان بقى حاجة. تعال نجرب كنزو او قدام. ورا كده طب نرجع ورا كده امسك هو تقريبا احنا بنعمل ده عشان نثبت ايده. بتسيب تاني ليه؟ تقريبا برجع دورة عشان كده بيضربني. شفتها يا جدعان. طب العلامة دي جت بطلعها ازاي بقى فوق؟ هي كده ماسكة ايه؟ ده بتسحب البتاع اللي فوق معاها. ماشي لازم احط هنا عشان انا اخبط هنا كام. شوف بيضربني ازاي. تعالى بس كده هنا كده يا جدعان ادي ايده بالظبط اهي. ايوه شفتها يا جدعان اهي دي كانت دي التالت اللي كانت ناقصة. طيب مش كده بقى نروح فين بقى؟ نطلع فوق يعني؟ هشد حاجة الأول؟ عشان تطلعنا فوق. يا نهار أبيض يخرب بيتك هو ضخم كده ليه يا جدعان؟ قوم بقى يا اخوات نشوف هنعمل ايه. ركز بقى بس معاه. في علامة هنا هو شكلها ايام حي من تحت.
لا في حاجة تانية بتسمع على فكرة، تقريبا بتيجي في النص هنا كده. الفارة مثلا هنا ايه؟ سيبه سيبه سيبه. هي تقريبا بتيجي فين يا ربي؟ بتيجي عند السلسلة دي. طب تعال بس نزق البتاع تاني هناك كده. مسك. ده بيكسر الحول الاول. يا ابني اطلع بقى انت نازل لايه؟ بيكسر ده الاول على فكره. بس كده انزل بقى تاني. ده عشان تمشي. وتقريبا بيسحب حاجه يا جدعان الاول. بس الرك السلسله نخليها مستوى خامس عشان نضربه ضربتين كده تاثر فيه بسرعه. ماشي بالقل بتاعه وان والسري كده ماكس بات ماكس. ماشي انزل. ايوه كده مظبوط يا جماعه السلسله اهي. خلاص ابو ما يصحى. يوه بيصحى فين بقى؟ فين فين؟ انت مقرف. قبل ما يصحى ما بيدوخش على طول. ايه اضرب التانية برضو. لازم يضرب الاتنين. ماشي لازم يضرب الايدين الاتنين يا جدعان. ايوه بيرفع حاجة من فوق اهو من تحت قصدي. اعمل بقى هنا في الفاكده كلها الماء عليه. صح صح تاني. لازم اضرب الاثنين دي الاثنين. انا من هنا لسه ليه التانية لسه ليه التانية بسرعة. لورا
هو فعلا بتيجي لازم اركز فيها. خلص شد 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 الله بالسلامة. خلاص يا جدعان مات يا نهار ابيض، عرفني طبعا شاب الباب فتح اهوت. هو بقى اخش منه نشوف الرف فين. هنا ولا ايه؟ لا ده كده بيرجع تاني. ماشي كده يا شباب انا مش عارف الوش. شد بقى الدراع ده كده مش عارف بقى ينزلني ولا يطلعني. اه طلعنا فوق ماشي. انزل بقى تحت ماشي ماشي. اه كل هاي كاملة يلا مش مشكلة. طبعا يا اخوتي هنشوف الرف فين لسه. باور في عالم انا كده الدراعات المراه عملها كده دي. ايه ده بقى؟ ده في حاجه هنا هرجع اعملها تاني. افضل بس الاول في حاجه ارجع اعملها تاني ورا. هو شباب نرجع تاني. طبعا شباب مش دراع تاني عشان يطلعني فوق تاني. طب نزلني تحت قصدي. حاجة تاني لا بتعمل في حاجة غيرها برضو خلا. برضو مش هي كده في حاجة بقى بتحصل في البتاع اللي فوق الشاشة اللي فوق ديت او العلامة اللي فوق دي. لا برضو برضو هنا برضو ده كده فاكتور اهي. اه هنا جنب بيقلب اهو. بس مش عارف مين دول اصلا. ده مش عارف ايه وتلاقي ده لحد حد معين اكيد حد في اللعبة. هنشوف كده. ايوه ده يا جدعان. اه دلوقتي اهو الوقت اهو يا ابن سيب. ثبته بقى شوية عشان بس هحصله. اه ده الملك بتاع اللعبة على فكرة. يجري عشان الثواني بتعيد بسرعة يا حبيبي. كده بقى عند الشاشة اللي جواها يا جدعان اللي كانت هناك اللي كانت عند علامة الحفظ. اجري اجري يابا. اه دخلت له جوه اهو. اه ده اللي كان جاي اول لعبه خالص. اه ده زوز بقى يا جدعان. اوعى طبعا يا جدعان رجع بقى يا جدعان قوي بقى عن الاول. المعلم شكله يعرفني. اهلا طبعا يا جدعان المعركة بدأت. ما بقى هيضربوا بعض في السماء. اه ده خد السيف اللي كان خده منه. هو
هو هي طفش هرب ولا ايه؟ شكله بيختفي يا جدعان. يا نهار ابيض ده جد ايه ده عملاق، يعني هضرب ده كله ازاي يا جدعان؟ بيعمل القوة بتاعته. اهلا هو يا عم، طب طلع العفاريت دول هو ها ده بتأثر فيه. طب كويس انا فهمت اهو. واحدة كمان، تعال تعال بتصرخ بتقوم جاي من الحركة الوحشة ده. من اللي هنا علامة الدايرة؟ ايوه تعالي. طب يا شباب لازم بمسكها كده بالدايرة بتقوم جاي مقصرة في شوية. غالبا ما بيدخ كده بروح اضربه. ايوه اهو خد في ايدك. انا ربط ده عملاق يا جدعان. طبعا ده الصفر كان خده مني في الاول خالص. اهلا ده بقى الصفر اهو بقى قدي. عليه خد له فرصة يا جماعة هيكهربوا بقى وعملوا القوة بتاعتي. ده اتجنن يا جدعان. خد السيف مني تاني. تعال تعال كان لازم اشد منه. ماشي شدوا بقى منه. ايوه خليك بقى متكل بتاع قوت بطنك. في عالم هناك لازم اجري عليه. عشان يضربها ابوه. عشان بحاول اصد منه يعني ايه ما ادوش فرصة.
اجري 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 على اهي. ركز بقى في الدايره. ايوه خلاص فهمتها بقى يا جدعان. انا هناك اهي جنبه. اجري اجري بقى عنده عشان اوقع عليه يعني. وقع عليه. اجمد. مات كده يخرب بيتك. وده يموت كده. طب ورا في ايه؟ اتحول تاني يا جدعان. ركز ركز بس. او في شويه بقى يختفي لي. طير تاني اهو بقى. ايه اللي حصل بقى؟ هو اللي موتني؟ اخد بالي احسن يجي علامة يا جدعان. ما خدش بالي اهو اهو. والله العظيم حاسس. طبعا اخدها نحاول تاني. هو تقريبا هيعمل الحركة ديت بتاع السيف ديت في الأرض عشان ينزله يعني. مش كلها في العلامات اللي بتيجي دي. عايزة تتعامل بسرعة لأنها بتختفي في ثانية ما بتستناش. ايوه اسلم. ايوه السيف يا جدعان اهوت. هيعمل ايه؟ زي ما عملوا في الاول خالص. يا نهار ابيض اخرمه يا جدعان. انا مين دي؟ ده اللي كانت في اول لاب خالص. دي اللي جت اول ما جت في اللعبه معاه خالص. يا بنت هو خليه يموته. يا نهار ابيض ده جت فيها هي. تاني هرب اهو. Why do you sacrifice yourself? To save Olympus. I do not seek to destroy Olympus. Only Zeus. Zeus is Olympus. He brought this to himself because of fear, Kratos. A fear felt by his father. The great war, a fear that drove Zeus to kill you. His own son. His son. Just as Zeus was compelled to destroy his father, Kronos. You are compelled to do the same. No son should destroy his own father. No. I have no father. God after God will deny you, Kratos. They will protect Zeus. يا شكلها هتموت ولا ايه؟ شكلها بقول هيموت هتموت. ما دام ماتت اهو. If all on Olympus will deny me my vengeance, then all on Olympus will die. I have lived in the shadow of the gods for long enough. The time of the gods has come to an end. طب هو التاني هرب ولا راح في ايه؟ ده راجع من البتاع اللي هي عامله زي المراية اهي. طبعا الوحش التخين يا جدعان اللي هو اللي احنا موتناه. ايه ده يعني؟
المكان بيكسر. ابويا يروح في ايه؟ هيهرب يعني؟ طيب يابا يا ابني العلامة ايه؟ فاكر المكان هيتكسر انا ولا ايه؟ شكله بيعمل علامة تانية. لما التاني هيرب هيجيبه تاني ولا يعمل ايه؟ تقريبا بيعمل نفس الحركة تاني. بس ده حد تاني اللي جه على فكرة. المهم هنروح بس نعمل الحركة تاني يلا قبل ما الثانية تخلص. دخل في المراية تاني اهو. ده يا جدعان يا ربي ايه العفريتة دي يا ستار. Ghost of Sparta. The gods are far too powerful for us to defeat now. هو صغير ويا قد ايه؟ Zeus is weak. Ares and Athena are dead and I wield the blade. We can win the great war, but not in this time. Together, we will destroy the petty gods and we will see Olympus crumble before us. Come with me, Gaia. Return to my time. Victory awaits. We have faced far worse than this one fallen mortal. But we are the gods. We whom the mortals who rule over this land. We who will not be swept aside by this petulant fool. Brothers, put aside the petty grievances that have splintered us for so long. We will unite. We will stand together, and I will wipe out this plague. Olympus will prevail. ده المكان اتكسر على اهو. ده هي اللي بتطلع. زوس لا ده عمالقة دول ولا ايه؟ المكان كله ذا اند. ده خلصت على كده. ده كده خلصت يا جدعان. زين ده ايه؟ صح كده يا جدعان. سوني كمبيوتر معرفش كده. طبعا يا اخوات نكون ختمنا اللعبه النهارده يا شباب. كانت النهارده بصراحه كانت صعبه قوي. اخر حلقه دي صعبه جامد. بس انا يا شباب ختمناها وان شاء الله يا شباب يكون اللعبه كلها عجبتكم. ان شاء الله يا شباب تلاقوا قائمه التشغيل بتاعت الفيديوهات كلها موجوده تحت الفيديو ان شاء الله. من اول فيديو لحد اخر فيديو يا شباب. بحس ان اللي عايز يتابع السلسله كامله هيتابعها ان شاء الله. ولحد كده يا اخواتي كالعاده نكون خلصنا اللعبه يا شباب وخلصنا مقطع النهارده. طبعا لو المقطع عجبكم اشتركوا معانا في القناه. اشكركم. سلام.